السلام عليكم. عليكم السلام معاوية، اهلا وسهلا بك. شلون استاذ زعاد؟ ايش سؤالك اليوم؟ طيب سؤالي الان، قرانا الصحيح كتاب الله وعترتني، ليش حرفتوا الى كتاب الله وسنتي؟ شو السبب؟ والله يا استاذ زعاد، اول شيء نحن ما حرفنا شيء، بس الانسان الله خلقه على الارض، على الارض الله كتاب الله والسنه، العتره ما في على الارض. زين، السنه عندكم النبي معصوم، النبي سيدنا نبي معصوم بالتبليغ، اما كانسان كامل مو معصوم. طيب في غير التبليغ شنو؟ انسان عادي معصوم بالكبائر، اما انسان عادي له شيء بيشتهي، يعني انسان عادي بيشتهي. يعني مثلا قل لي بيش يغلط النبي في الصغائر؟ يغلط، كبائر ما يغلط. يكذب؟ والله يكذب النبي عندكم، يكذب ولا لا؟ لا عشان الكذب بس بغلط بالصغائر. يعني ليش يعني اذا تقول ما يكذب، ليش عندكم النبي ابراهيم كذب ثلاث كذبات، واحدة في ذات الله واحدة، ليش تقول النبي ما يكذب؟ ليش تقول ان النبي ابراهيم كذب؟ سيدنا محمد افضل الانبياء. لا لا، انت هو بس النبي معصوم ولا كل الانبياء؟ لا كل الانبياء مو معصومين الا بالتبليغ عن طريق الوحي، عم بينزل عليه الان. انت قلت معصومون، الكذب من الكبائر ولا لا؟ طبعا الكذب، بس الكذبة ايش معنى الكذبة؟ على نفسه، على الشعب، على الخلق، ايهم ترجع لذاته. اما سيدنا النبي يعني في كذبة يعني بيضة وكذبة مش بيضة. يا استاذ وعد الله لا تقلب الحديث، خلينا بنفس الحوار. يلا نرجع لنفس الحوار، لكن انت لحظة، انت تقول كتاب الله وسنتي، اريد من النبي حديث ثبت كتاب الله وسنتي بسند صحيح، تفضل. القرآن بيقول لك على المهاجرين والأنصار، إن من السنة، إن اللي طبقوا السنة. أي طيني من النبي قال تركت فيكم كتاب الله والمهاجرين والأنصار، النبي قال، لأن هو النبي يفهم القرآن أكثر مني ومنك، تفضل. طب يا أستاذ عاد، أول شغلة السنة إيش معنى كلمة سنتي؟ أنت عالم، اشرح لي كلمة سنتي. طيني من النبي قال وسنتي، تفضل. اشرح لي السنة العظيم. يا ربي. يعني ماكو واحد محرز يجينا؟ عمي انت مو قلت المهاجرين والانصار، انا قبلت. طيني من النبي قال تركت فيكم كتاب الله والمهاجرين والانصار، وانا اقبل. يا استاذ وعد خلي حوارنا هادي، هداك اعطيته ربع ساعه، انت ما بتحكي معي ضي وقتي. ايه انا معطيك، ما قاطعك الان، اريد انا اريد مصدر، بس قلت لك طيني المصدر، ساكت انا. بدي اعطيك الحقيقه، انا مو المصدر، سنه الرسول. لا انا ما اريد لحظه، بعدين من تعلن اول شيء انت يا اخ معاوي، يا حبيبي يا معاوي، انتوا مو تقولون احنا سنه؟ انت مو سني؟ سني ولا لا؟ اي شنو يعني سني؟ يعني تاخذ من النبي، من سنه النبي. اي وين هي سنه النبي؟ اقول لك اعطيني من النبي، تقول لي انا اعطيك من راسي، اعطيك من جيراني، اعطيك من مالك، اعطيك من ابن حجر، اعطيك من ابن قمر، اعطيك شو هذا العدت؟ كيف سنه؟ انا اريد، انا الان من أتباع العترة، لما بدأت قرأت قول علي بن أبي طالب، قول الإمام، لأن هذول أئمتي. زين أنتم مش بيكم مخلخلين؟ اقرأ لي من النبي يا حبيبي. سنة الرسول هي أمنا عائشة، هي ايه؟ اللي أعطتنا سنة الرسول. يعني خوش عليكم بسنتي وعائشة. مو اعطيني من عائشة قالت تركت فيكم كتاب الله وسنتي. يلا القرآن ما بيقول لك إنه وأقرأوا ما يتلى في بيوتكم من الكتاب والحكمة؟ أحسنت، اعطيني من حكمة عائشة. النبي قال تركت فيكم كتاب الله وحكمة عائشة، هم أقبل. يلا تفضل. سيدنا النبي ما بيقول عائشة، بيقول أهل البيت، من عائشة أهل البيت. زين شنو معنى الحكمة؟ الحكمة هي السنة. أحسنت، بارك الله، بيض الله وجهك، هاي أول مرة نقاشك يكون موضوع وعلمي. زين الحكمة هي السنة، النبي قال أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، هي اتبعت الحكمة ولا ما اتبعت الحكمة عندما نبحتها كلاب الحوأب؟ طبعا، بس هي ما هي معصومة، يعني خطأت، اجتهدت فأخطأت هي.
زين انا شلون يا اخ معاوي شلون انا واحد دخل يصلح روحه، يعني واحد يريد يصلح لي سيارتي ها وهو سيارته خربانه، اخابره اقول له تعال يا ميكانيكي، يقول نعم حجي وعد شو تريد؟ لحظه اخواني وياي تليفون، تفضل حجي وعد شو تريد؟ اقول له ميكانيكي تعال صلح لي سيارتي، يقول لي والله انا سيارتي عاطل منتظر ميكانيكي يصلح لي سيارتي واسوقها واجي اصلح لك سيارتك، لك ما بدي اصلح سيارتك اول. فهي اذا عاشت تعلم الحكمه، خذ طبق الحكمه وتبقى ببيتها. اذا هي تخطئ شلون نتعلم منها؟ يا ناس واحد واقع ببير شلون انا ادش معاه بالبير؟ مو انا ما ايضا اغرق. بالله عليكم يا اخوان يا سنه الى متى تبقون؟ تفضل اخونا من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.